حضرته معانا في سنة تانية جزء البايو ستاتيستكس وجزء الريسيرش ميثودز وجزء الايفيدنس بيز ميديسين. كان باقي لكم معانا بس الجزء الاخير، وكان ده كان جزء عملي اللي هو البروتوكول رايتنج. كنا عايزين نعرفكم ازاي تكتبوا البروتوكول وتكتبوه كانديفيديوال وكجروب. نظرا للظروف الحالية هيتحط لكم محاضرات اللي هي هنقولها، ياريت تسمعوها كويس عشان ان شاء الله تعالى بعد كده يا رب على خير تقولنا ونكمل شغل العملي مع بعض وتقدروا تقبلوا الكلام اللي هنقوله ده. احنا هنقول ايه؟ احنا عندنا تلات محاضرات بروتوكول رايتنج 1 و 2 و 3 وهم صغيرين مش كبار. اول جزء فيهم احنا هنتكلم على البروتوكول رايتنج 1، ازاي نكتب البروتوكول. بروتوكول رايتنج 2 ده بيوريني بروتوكول اوريدي مكتوب والولاد عملوا له برزنتيشن قبل كده، الشباب زمايلكم، وهنشوفه مع بعض ونتفرج عليه ونشوف ازاي هم طبقوا اللي هنقوله في البروتوكول رايتنج 1. البروتوكول رايتنج 3 هنجيب بروتوكولين زمايلكم كاتبينهم وهنعمل لهم ايفالويشن وهنطلع منهم بعض العيوب اللي ممكن نشوفها عشان احنا ما نقعش فيهم لما نبتدي نكتب البروتوكولات بتاعتنا. تعالوا نبتدي بالبروتوكول رايتنج 1 اللي هي نعرف مع بعض يعني ايه بروتوكول رايتنج وازاي نكتب البروتوكول. انا اسمي دكتوره داليا احمد، انا استاذ في قسم الصحه العامه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبتدي مع بعض. الاوبجكتيف بتاعنا زي ما قلنا هناخد انترودكشن، هنتكلم ازاي نكتب البروتوكول، هناخد اكزامبل عن بروتوكول اوريدي بريزنتد بالستودنتس زمايلكم، وهن ايفالويت بروتوكول او اتنين عشان نشوف بعض الغلطات اللي ممكن نقع فيها واحنا بنكتب البروتوكول. اول حاجه تعالوا نعرف يعني ايه بروتوكول رايتنج. الريسيرش على بعضه اللي هو البحث العلمي، انتوا الكلام ده خدتوه في الريسيرش ميثودز، بنقوله بسرعه تاني، عباره عن اربعه فيزز، اربع مراحل. اهم مرحله في الدنيا في اي حاجه مش بس في البروتوكول رايتنج هي مرحله وضع الخطه. انت لو عايز تسافر مع اسرتك الكريمه تصيفوا مثلا، لازم ان احنا نبتدي اول حاجه نحضر للمصيف ده، نعرف هنروح نقعد فين، التكلفه الماديه قد ايه، هنخرج فين، البادجت بتاعنا ايه، هنسافر ازاي، كل ده وضع خطه. نفس الوضع واحنا بنكتب البروتوكول واحنا بنعمل الريسيرش بتاعنا، قبل ما نبتدي ننفذه لازم نحط له الخطه، والخطه دي لازم تبقى مكتوبه ويبقى فيها كل حاجه في صيغه المستقبل. احنا ان شاء الله هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنستعمل كذا وهنطبق كذا. الجزء الاولاني بتاع وضع الخطه المكتوبه ده هو جزء البروتوكول رايتنج. يبقى فيز 1 في الريسيرش هي مرحله وضع الخطه زي ما احنا شايفين البلاننج فيز، ودي فيها بنحدد كل حاجه، بنحدد الاهداف بتاعتنا ايه، بنحدد الميثودولوجي بتاعنا ايه، بنحدد اللي احنا عايزين نثبته ايه، هنستعمله ازاي، كل حاجه كل حاجه، هنستعمل طول شكلها ايه، هنلم الداتا ازاي، كل ده بنحطه لازم في البروتوكول بتاعنا اللي هو المقترح البحثي بتاعنا. يبقى البروتوكول ده هو مرحله وضع الخطه، المرحله الاولى في اي بحث في الدنيا، ان هو لما ان شاء الله تشتغل رسائل الماجستير والدكتوراه بتاعتك والكلام ده كله او اي بحث، هتلاقي نفسك بتبتدي تكتب بروتوكول عشان تاخد عليه موافقه اللجنه العلميه والكلام ده كله قبل ما تشتغل. البروتوكول اللي هتكتبه ده هو الخطه المكتوبه الموضوعه علشان البحث بتاعك قبل ما تعمله عشان تبتدي بعد كده تنفذه وتشتغل اكوردنج للي مكتوب فيه. يبقى اول مرحله في البحث العلمي اللي هي عليكم السنه دي هي مرحله كتابه البروتوكول، عشان عليكم ان انتوا تطبقوها كجزء عملي يعني، هي مرحله كتابه البروتوكول. يبقى البروتوكول هو فيز 1، هو مرحله البلاننج فيه. طب يا ترى بقيه المراحل ايه نعرفها بسرعه نراجعها؟ بعد ما بكتب البروتوكول اللي هو فيه الخطه المكتوبه كامله لكل حاجه هعملها في البحث بتاعي، ببتدي حضراتكم انفذ بقى، انزل في فيز 2 انفذ اللي انا كاتبه في البروتوكول وابتدي اعمل الفيلد وورك والم الداتا بتاعتي. زي ما احنا شايفين في فيز 3 وفيز 4 في الفيزز بتاعت الريسيرش بتاعتي، فيز 3 هي المرحلة اللي بعد ما بلم الداتا ببتدي اخد الداتا واعمل لها داتا مانجمنت واناليس، يعني ابتدي اخد الداتا ادخلها على البرنامج اللي هشتغل عليها على الكمبيوتر، ابتدي اعمل لها داتا فاليديشن داتا كليننج، ابتدي اعمل لها داتا ديسكريبشن اناليسيس داتا ايه برزنتيشن بحيث انها ايه تبقى جاهزة معايا. فيز 4 ابتدي بقى اعمل رايتنج اب، يعني ابتدي اكومينيكيت الريزلت بتاعتي من خلال كتابه ونشر البحث العلمي بتاعي، و او ان انا اعمله برزنتيشن في مؤتمر او كده، يعني ان انا ابتدي
اعرضه بطريقه ما، سواء كان منشور كبحث في مجله او منشور او اعرضه كبرزنتيشن في مؤتمر وهكذا، علشان ابتدي اوصل نتائجي ويبقى فيه استفاده منها او وضع الخطه. وانا بتكلم على الفيزز بتاعه الريسيرش كلها اول ثرو، لازم بيبقى واخده في دماغي الايثيكال كونسيدريشن اللي هي during conducting my research. الايثيكال كونسيدريشن دي بالذات لو انا بشتغل على هيومن، لكن هي اول ثرو، لكن برضو انا بشتغل على الهيومن سبجكت لازم احافظ على حقوقهم واخلي بالي، والكلام ده كله والكلام ده خدتوه في محاضره الايثيكال كونسيدريشن في الريسيرش ميثود بتاعتنا. طيب يلا بينا بقى نتكلم عن ريسيرش بروتوكول. زي ما قلنا after proper and complete planning of the study، بعد ما بحط الخطة كاملة، الخطة دي لازم تبقى مكتوبة، يعني البروتوكول هو الخطة التفصيلية المكتوبة للبحث بتاعي. كل ريسيرش في الدنيا يا شباب لازم يبقى ليه بروتوكول، والبروتوكول لازم يبقى مكتوب. الحقيقة السلايد ده يعني بيقول معلومة بتبين أهمية مرحلة فيز 1 بتاعة البروتوكول رايت. If you fail to plan, you plan to fail. لو فشلت ان انت تحط خطة في اي حاجة في حياتك، يبقى انت بتحط خطة ان انت ما تنجحش في الحاجة دي او تفشل فيها. طيب ما بالك بقى بالريسيرش بالبحث العلمي. يبقى ده يورينا أهمية مرحلة كتابة البروتوكول. لو انا المرحلة دي ما عملتهاش بنجاح، ما خدتش وقتها وكتبت فيها كتابة صحيحة مظبوطة ومتأكد من كل حاجة كاتبها ويعني واخد آراء الناس والأساتذة الأفاضل والكلام ده كله، الحقيقة هأفاجأ في الآخر لو البروتوكول ده فيه حاجة مش صح، يا إما إن أنا هتعب جدا في تنفيذه، يا إما إن في الآخر هيطلع لي بحث فاقد المصداقية أو غير صحيح. يبقى بناء عليه مهمة أوي 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 مرحلة كتابة البروتوكول دي، مرحلة في غاية الأهمية، تاخد وقتها بحيث إن أنا أقدر أحط فكرة صحيحة، أوبجيكتيف صحيحة، ميثودولوجي صح، أمشي بكل مراحلها صح، لأن دي البلان بتاعة البحث بتاعي كامل. يبقى بس السلايد ده أنا حطاه عشان أكد على حضرتك قد إيه أهمية مرحلة كتابة البروتوكول في البحث العلمي ككل. الريتم بروتوكول ليه؟ واي؟ ليه بروتوكول؟ ليه احنا بنقول لازم البروتوكول يبقى مكتوب ولازم ولازم ومهمة والكلام ده كله؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. انا اما بكتب البروتوكول انا كانفستيجيتور او ريسيرشر، يعني انفستيجيتور هو ريسيرشر الباحث، بوضح بيه كل النقط، كل الحاجة بتبقى واضحة قدامي لاني كاتباها قدامي واضحة. طب لو احنا تيم، كتير من الابحاث مش بيعملها وان بيرسون، بيعملها كذا شخص مع بعض، بيبقى ده جايد للتيم كله. الخطة بتاعتنا مكتوبة قدامنا كلنا وبنبتدي نمشي عليها مع بعض، 1 2 3. ايه تاني؟ ليه البروتوكول؟ البروتوكول مهم قوي حضرتك، علشان تقدر تكمل البحث بتاعك لازم بتعمل موافقة لجنة علمية ولجنة اخلاقية. اللجنة العلمية واللجنة الاخلاقية دي لازم هتوافق على ايه؟ هتوافق على كلام مكتوب اللي هو البروتوكول قبل ما يتنفذ البحث، ولو في اي تصليح بيطلبوا منك تصلحه قبل ما تشتغل. يبقى بناء عليه البروتوكول ده نفسه مهم، عشان انا لما بكتبه وبحط فيه كل حاجة ببتدي اخد بيه الايثيكال ابروفال بتاعي عشان ابتدي اشتغل البحث بتاعي. تاني حاجة البروتوكول مهم قوي قوي لما يجوا حضرتك عايز تعمل بحث مهم قوي وفي جهات هتقدم لك دعم فاندنج مادي ليك، فانت بتقدم البروتوكول المكتوب المقترح البحثي البروبوزل بتاعك ده، وبتبتدي حضرتك تقدمه لهم عشان يشوفوا هيوافقوا عليه ولا لا، هو كويس يستحق ان هم يعملوا له فاند ولا لا. يبقى دي كانت للبروتوكول. مهمة قوي الملحوظة اللي هنقولها في السلايد دي. أثناء كل الخطوات وانت بتكتب البروتوكول، من حقك تاخد رأي اللي حواليك وتخش تعمل سيرش وتبص وتدور وتغير في اللي انت كاتبه وتطلع وتنزل والمشرفين يساعدوك وكل الكلام ده صح، لكن وانس بقى ان البروتوكول اتوافق عليه خلاص واتمضى، أصبح كونتراكت بينك وبين المنظمة. انت عامل مثلا البحث بتاعك في القصر العيني تبع القصر العيني، يبقى ده عقد بينك وبين القصر العيني ان انت هتلتزم بكل ما هو مكتوب في البروتوكول. خلاص انت كده خلاص خدت فرصتك كاملة انك تغير وتعمل اللي انت عايزه قبل ما يتوافق عليه. وانس ان يتوافق عليه واتمضى وخلاص اتسجل بهذا الشكل، اي تغيير في محتوى البروتوكول ده الحقيقة بينتهك مصداقية الدراسة ككل، لان المفروض ان دي الخطة اللي انا كاتبها
زي ما بقول لكم كعقد ان انا التزم بيه انا والمشرفين بتوعي او انا وكل الباحثين اللي موجودين مع المؤسسه اللي انا تابع ليها او اللي انا عامل البحث تبع المظله العلميه بتاعتها. الحقيقه بقى هنبتدي خلاص مرحله كتابه البروتوكول وهاو تو رايت بروتوكول. البروتوكول شود اوت لاين الكونتنت اللي المفروض البروتوكول هيحتويها، التايتل طبعا بتاع الموضوع، عايزين عنوان الموضوع، الباك جراوند وراشونيل، وهنتكلم كلمتين عن كل حاجه من دي يعني ايه، الجول والاوبجكتيفز بتاعتنا، الميثودولوجي بتاعنا، الداتا مانجمنت واناليسيس، الايثيكال كونسيدريشن والريفرنس. تعالوا بقى نمسك حاجه حاجه من البروتوكول كونتنت دي ونتكلم عنها. يعني اي بروتوكول في الدنيا هنلاقيه بيتكلم على موضوع معين بتاع بحث، مقترح بحث هيشمل كل النقط اللي قدامي دي. تعالوا نمسك نقطة نقطة ونتكلم عنها مع بعض ونشوف يا ترى يعني ايه الصح بتاعها. اول حاجة التايتل اللي هو عنوان البحث بتاعي. عنوان البحث اللي حضرتك بتحطه في البروتوكول هو ده العنوان اللي حضرتك ملزم انك تحطه على البحث نفسه حتى بعد ما تنفذه وتخلصه وتبتدي تعرضه او تنشره، ما ينفعش تغيره كرسالة او كهكذا. التايتل should be descriptive و concise، يبقى بيوصف و concise في نفس الوقت. خلي بالك من حاجة، أثناء ما أنا بكتب في البروتوكول ممكن أحط تايتل وأقعد أكتب أكتب وأنا بكتب في حتة معينة أقول ياه لأ، التايتل عشان يبقى معبر أكتر محتاجة أزود الكلمة الفلانية، محتاجة أشيل الكلمة دي، محتاجة أبدل دي بدي، كل ده مسموح بيه. يعني أنت even all through وأنت بتكتب في البروتوكول ممكن تطلع تعدل في التايتل عشان يناسب البروتوكول أكتر. وزي ما قلنا قبل كده لغاية المرحلة اللي خلاص بمضي البروتوكول وبسلمه وبيتسجل فيها، ساعتها بقى ما ينفعش خالص ان انا اغير فيه اي حاجة حتى في التايتل. يبقى التايتل هو العنوان بتاعي اللي لازم ابقى دقيق وانا بكتبه عشان يعبر عن موضوع البحث بتاعي لانه مش هينفع يتغير. بعد كده الخطوة التانية introduction اللي هي بتديني الباك جراوند والراشونال بتاعي. بيبقى فيه introduction بكتبها. الانترودكشن دي بتجاوب على why what، why the research need to be done، انا ليه هعمل الريسيرش ده وايه اهميته عشان اعمله. لازم ابين للقارئ من خلال ريفرنس، يعني من خلال ستاديز اتعملت ومعلومات واضحه ان الموضوع بتاعي ده مهم ومهم ان انا اعمله، ولما يتعمل هيبقى ليه ابلكيشن على صحة الناس او على واتيفر، المهم ان هو مهم ويستحق ان انا اعمله. لو انا ما قدرتش اكتب الراشونال ده بطريقة جيدة هتسأل سؤال، طب الله ايه اهمية البحث بتاعك ده، انت عامله ليه، هيضيف ايه جديد، يبقى ليه انت عامله وايه اهميته وهيضيف ايه جديد. فبناء عليه بحط في دماغي الاسئلة دي وانا بكتب الانترودكشن والراشونال عشان ابين يا جماعة لا ده مهم. ولما نيجي نابلاي الكلام ده في الموضوع اللي هوريه لكم مكتوب هنشوفهم وهما بيكتبوا الراشونال عن أهمية الموضوع بتاعهم استعملوا ايه وكتبوا ايه واستعانوا ببراجرافات من أبحاث أخرى شكلها ايه علشان يبينوا أهمية الموضوع بتاعهم، يا جماعة الموضوع اللي أنا بشتغل فيه ده مهم ومهم إن هو يتعمل وهيضيف جديد. يبقى ده regarding الانترودكشن والباك جراوند والراشونال. يبقى احنا اتكلمنا عن التايتل وبعدين الانترودكشن والباك جراوند والراشونال.
بعد كده الميثودولوجي بتاعك، طريقه البحث نفسها، الحاجات اللي خدناها بقى في الديزاين بتاعك شكله ايه، يا ترى ايه نوع البحث اللي هينفذ الموضوع بتاعك، السامبل اللي انت هتستعملها ايه، السامبل تايب وسايز، الداتا كولكشن تول اللي هتستعملها ايه، الكلام ده كله هنبتدي نشرحه بالتفصيل في حته الميثودولوجي. اول حاجه الديزاين. طب الديزاين انا يهمني نوع البحث بتاعي، نوع البحث بتاعي لازم انقي النوع المناسب للريسيرش اوبجكتيف بتاعي. لو انا بجرب دواء جديد، بجرب حاجه جديده، يبقى انا بتكلم على اكسبيرمنتال ديزاين. لو انا مش بجرب، انا مجرد بلاحظ مجموعه من الناس عشان اوصف حاجه فيهم، يبقى دي اوبزرفيشنال ديسكريبتيف. انا بلاحظ مجموعه من الناس عشان اوجد علاقه معينه ما بين تو فاريبل او اكتر، يبقى دي اوبزرفيشنال اناليتيكال. يبقى انا لازم ابتدي اشوف الديزاين المناسب ليا، النوع الدراسه المناسب ليا، وده احنا خدناه بالتفصيل في الريسيرش ميثود الجزء الثاني اللي خدته معانا، وخدنا يعني ايه ستادي ديزاين وريسيرش تايبس والكلام ده. فهم حضرتك لازم بتبقى فاهمهم كويس وعارفهم، عشان لما تقول حدوته البحث بتاعك تقدر تحدد بالظبط دي انهي نوع يناسبها ونكتبه. مطلوب مننا في البروتوكول ان احنا نكتب نوع البحث بتاعك. هنا بس انا حابه ان انا بسرعه كده نبص مع بعض نشوف باختصار شديد، هو البحث بتاعنا يا ترى بحث هنجرب فيه حاجه، يبقى اكسبيرمنتال ديزاين. لا احنا مش هنجرب، احنا هنلاحظ، احنا داخلين نلاحظ بس. طب ماشي تبقى اوبزرفيشنال، انا هلاحظ مجموعه واحده واوصف حاجه فيهم، دي ديسكريبتيف. لا ده انا هلاحظ مجموعتين واقارنهم ببعض ريجاردنج كذا وكذا، تبقى اوبزرفيشنال اناليتيكال وهكذا. يبقى الكلام اللي احنا خدناه ده هنبتدي نطبقه، خدناه قبل كده، هنبتدي نطبقه عشان نعرف نوع البحث بتاعنا ايه. انا طبعا هنا مش بشرح الستادي ديزاين، انا بس بفتكر معاك كلمه كلمتين عنه علشان تقدر تحدد انا داخل اعمل دراسه، يبقى دي نوعها كذا، لان مطلوب منك في البروتوكول في حته الميثودولوجي انك تكتب التايب اوف ريسيرش بتاعك اللي هيحقق لك الهدف. ده طبعا الايفيدنس بيراميد اللي هو بيكلمني عن قوه الدراسات، عشان اعرف انا الديزاين بتاعي ايه قوته، كل ما بطلع لفوق يبقى اقوى. يعني انا لو بعمل كلينيكال ترايل حاجه قويه جدا، هعمل اوبزرفيشن اقل منها شويه، لو هعمل كورت اقوى من الكيس كنترول وهكذا. الكلام ده احنا خدناه المفروض مع بعض في الريسيرش بتاعنا. طيب بعد كده مهم قوي برضو، زي ما بتكلم على الستادي ديزاين او تايب بتاعي، بتكلم على الريسيرش participants والstudy setting. يعني ايه؟ يعني الدراسة دي هتتعمل فين؟ السيتنج دي فين؟ هل حضرتك هتروح تاخد الناس من البيوت community base، بيسموها community base لان انت نازل تاخد الناس من بيوتهم، ولا هي hospital base؟ لا ده انا رايح القصر العين العيادات الخارجية هاخد الناس من هناك. فهل هي hospital base study ولا community base study؟ السيتنج بتاعك ايه؟ يعني المكان بتاع البحث. طيب الparticipants مين هم الناس اللي هتاخدهم؟ هتروح تاخد مين؟ لو رحت العيادة الخارجية هي هوسبيتال بيس، البارتيسيبنت بتوعك أي عيان رايح العيادة الخارجية؟ ولا العيانين اللي رايحين مثلا بكارديو فاسكولار بروبلم بس؟ ولا العيانين الدايبيتك بس؟ ولا العيانين اللي رايحين بسكين بروبلم بس؟ وات ايفر، هدفك إيه؟ مين هم الناس؟ وهل في انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني هل الناس اللي أنا هاخدها دي ليها شروط إن أنا آخدها وحاجات تخليني أستبعدها؟ لو في كلام من ده لازم يتكتب. يعني بمعنى اخر ايه؟ مثلا انا عايزه اخد عيانين هايبرتنشن عندهم ضغط، يبقى هقول ان انا هروح العياده الخارجيه الانكلوجن بتاعي اي عيان ادلت عنده هايبرتنشن، الاكسكلوجن كرايتيريا بتاعي اي عيان مش ادلت وعنده اي دايجنوزيس تاني. تمام كده؟ يبقى ده السيتنج والبارتيسيبنت، ولو في انكلوجن واكسكلوجن. الداتا كولكشن هتستعمل ايه عشان تكولكت الداتا بتاعتك؟ والكلام ده خدناه بالشرح. هل هتستعمل كويشنير ولا هتعمل لهم انترفيو ولا تستعمل اوبزرفيشنال تشيك ليست؟ ايه الداتا كولكشن تول اللي هتستعملها؟ وهتلم الداتا ازاي؟ مهم قوي ان انت تتكلم على الموضوع ده. ايه تاني؟ السامبلنج. يعني ايه السامبلنج؟ هل انت رايح تاخد كل الناس اللي هناك؟ عاده ده بيبقى صعب، الا لو بنتكلم على بوبوليشن صغير قوي.
لا ده انا هاخد سامبل، انا مش هاخد كل الناس. طب لو هتاخد السامبل دي كلمني عن حاجتين، اكتبهم نوع السامبل ايه زي ما خدنا مع بعض، والسامبل سايز بتاعتك هتاخد كام واحد. يعني انا كده ان انا محتاجه اتكلم على السامبل تايب، لازم تكلمني على السامبل تايب، هي راندوم ولا نان راندوم. ارجع يلا للموديول او للبارت، انا اسفه البارت تول اللي خدته معانا اللي كان فيه 8 محاضرات وواحده ريفيجن. تمام كده فوق طلعت معانا، حلينا معاك اسئله على الثمان محاضرات، وكان فيها السامبلنج، السامبل تايب والسامبل سايز والكلام ده كله، يعني ايه راندوم سامبل ويعني ايه نان راندوم والكلام ده كله احنا مطالبين نبقى عارفينه واحنا بنكتب البروتوكول. امال هكتب ازاي وانا مش عارف؟ عشان كده احنا درسنا كل الكلام ده قبل ما نخش على كتابه البروتوكول. يعني هل هاخد عينه عشوائيه وانهي نوع منها، ولا هاخد عينه غير عشوائيه؟ هنشوف مع بعض. وطبعا اول ثرو ما تقلقش، وانت حاضر معانا هتبقى مذاكر المفروض الكلام ده، وهتبقى في نفس الوقت معاك الطاف هيساعدوك وهيوضحوا لك نقطة نقطة، وهيساعدوك لغاية ما تخلص كتابة البروتوكول في الجروب بتاعك. في الجروب بتاعك السامبل سايز هتاخد كام عيان؟ لازم تبقى حاسب السامبل سايز قبل ما تشتغل، في برامج بتحسبها. طيب طبعا انت يعني لسه مش مطالب بكده، بس تبقى عارف ان مهم ان انت تبقى حاسب الطاف اللي معاك هيساعدك في كل ده. طيب هو لارج هاخد سامبل سايز كبيره قوي؟ غلط، مش صح. اخد سامبل سايز صغننه قوي ما تنفعش برضو، غلط. لازم ابقى حاسب السامبل سايز وابقى عارف، واكوردنج البرنامج او المعادله اللي هستعملها بتطلع لي السامبل سايز عدد الناس اللي في الدراسه. قالوا لي كده انت محتاجه تاخدي 50 عيان هاخد 50، محتاجه تاخدي 72 هاخد 72، محتاجه تاخدي 100 هاخد 100. يبقى كده السامبل تايب وصح. طيب الداتا مانجمنت واناليسيس وبرزنتيشن، ببتدي اكتب الداتا بعد ما المها هتعامل معاها ازاي؟ لازم البروتوكول يديني معلومات عن كده، هستعمل انهي برنامج عشان ادخل الداتا عليه؟ هعمل داتا انتري وكليننج ازاي؟ هعمل اناليسيس ازاي؟ هستعمل انهي ستاتستيكال ميثودز في الديسكريبشن وفي الاناليسيس وفي الداتا برزنتيشن بتاعي؟ كل ده لازم يبقى واضح ويتكتب في البروتوكول بتاعي. مش عايزاكم تقلقوا، الكلام ده احنا بس بنقول العناوين، الكلام ده بيوضح اكتر لما بنبتدي نكتب مع بعض ونشوف الدنيا تمشي ازاي. هوريكم اكزامبل وهوريكم كل الكلام ده مكتوب ازاي، والبروتوكولات اللي خلصت دي كانت الفكره الرئيسيه فيها في الاول تبان صعبه، لكن لما ابتديتوا تكتبوا مع الاستاف بتاعكم اللي بيمرنكم واللي بيوريكم كانت الدنيا سهله ان شاء الله تعالى، وكلكم تاخدوا الدرجه اللي في الموديول ده او في الجزء ده. الايثيكال كونسيدريشن قلنا مهم قوي، ان في البروتوكول لما بكتبه الايثيكال كوميتي تبص عليه والكلام ده كله. طبعا في نقاط هامه جدا توضحها وانت بتكتب البروتوكول. اول نقطه مثلا ان احنا هنعرضه على الايثيكال كوميتي ان هو، وهنشوف تاني. عايزين برضو نعرف ايه تاني؟ نعرف ان احنا هنحترم البرايفسي بتاعت الانديفيديوال، انا مش بقعد 3 4 تنفرس على كل واحد قدام التانيين. لو يعني لو هي الفكره كده الناس ممكن تحرج تجاوب قدام بعضها. في نفس الوقت كمان السرية بتاعتهم، انا لازم احافظ على السرية بتاعتهم واوضح لهم ان البيانات دي مش بالاسامي كده ومش كل الناس هتشوفها، مش متاحة قدام الناس كلها وهتتنشر باساميهم، والا الناس مش هتشترك معاك، وده هيبقى ان ايثيكال كمان، والسيفتي بتاعتهم والكلام ده كله. فحضرتك لازم في البروتوكول الكلام ده بيتكتب ويبقى واضح، حتة البرايفسي كونفيدنشاليتي سيفتي والكلام ده. التايم بلان، انا عندي الفيزز المختلفة والحاجات، بعمل جدول وببتدي احدد فيه التايم بلان. مثلا المرحلة الاولانية هتاخد مني اسبوعين، التانية هتاخد اسبوعين ونص، وممكن يبقى فيه ايه زي ما حضرتك شايف هنا مثلا حاجات متداخلة مع بعضها. بكتب التايم بلان بتاعي واضح وكامل للدراسة ككل جوه البروتوكول اللي انا متوقعها. ثم نيجي للنقطة الاخيرة وهي الريفرنس. الريفرنس يعني حضرتك وانت بتستعمل الانترودكشن، بتكتب الانترودكشن والراشونال او واتيفر، ان انت استعنت ببيبرز معموله قبل كده او بكتب، ما ينفعش ان انت تستعان بيها وخلاص كده. هو يعني اللي بيراجع البروتوكول علميا ايش قدران انت كاتب حاجه صح ولا ايه؟ فلازم تكتب له الريفرنس. يعني ايه الريفرنس؟ يعني الكتاب ده بين قوسين المجله العلميه والبحث اللي متاخد منها وكده. في طرق مختلفه لكتابه الريفرنس. ايه هي بقى الطرق المختلفة اللي اكتب بيها الريفرنس بتاعتي؟ في حاجة اسمها فانكوفر ستايل، اللي هي حضرتك هنا زي ما انت شايف بتبتدي تعمل ايه في الفانكوفر ستايل ده.
بتبتدي في الفانكوفر ستايل، زي ما حضرتك شايف كده، شايف كده هو كتب جملة وراح كاتب ايه واحد، ده مقصود بيه الريفرنس الاول. طب ايه الريفرنس الاول ده؟ انت بتيجي في نهاية البروتوكول بتكتب حاجة اسمها ريفرنس، واحد اهو واحد قوم كاتب الريفرنس هنا، يبقى هو عارف ان انت الجملة دي جايبها من الايه، من الكتاب ده. طيب بعد كده راح كاتب جملة تانية، كاتب جنبها اتنين، وواحدة تالتة كاتب جنبها تلاتة، ادي الريفرنس التاني التالت، عايز الريفرنس الاولاني تاني استعمله بنفس الرقم، وهكذا. يبقى في الفانكوفر ستايل انا برتب الريفرنس بحسب ما جت في التكست بتاعي، واحد اتنين تلاتة بترتيب مجياها، بحيث انا لو الجملة دي، الجملة دي هو جايبها، يا ترى جايبها منين، اقوم نازلة وبصة كده اهو الريفرنس، وهكذا. دي بعض الاكزامبلز لطريقة كتابة حاجات بالستايل اللي لسه شايفينه. في حاجة ثانية اسمها هارفارد ستايل، حضرتك لو بصيت هنا على الباراجراف ده هتلاقي هنا مش كاتب ارقام، بعد الجزء الاولاني كاتب لك الاسم والسنة بتاع ايه ده، اهو سميث ده 1980 اهو، ادي الريفرنس بتاعه، وتحته باراجراف تاني او بقية الجملة اندرسون اند جونز 1992 اهو، وتحته باراجراف تالت بيكتب الاسم بين قوسين والسنة. هنا لو تلاحظ الترتيب الفابيتك، ملوش دعوة بترتيب المجاي في التكست، لا مرتب الفابيتك وبيكتب الريفرنس، بحيث ان انت بتروح تدور الفابيتك في حرف الاس لو عايز الريفرنس ده، في حرف الاي لو عايز الريفرنس ده، في حرف التي لو عايز الريفرنس ده. سواء كنت بتكلم على اي ستايل من الاثنين، كل واحد فيهم ليه طريقة متبعة وانا بكتب الريفرنس بتاعه. اهم حاجة ان انا التزم بواحد، ما ينفعش اكتب مثلا عندي مثلا 10 ريفرنس اكتب 3 بطريقه و7 بطريقه، ما ينفعش، لازم التزم في كله بطريقه كتابه واحده. برضو مش هنقلق، احنا معانا الاستاذ بتاعنا بيعلمنا وبيورينا ازاي. هوريكم مثال بس عشان نشوف، يعني انا جبت ايه الهارفارد ريفرنس وحطيت له، قال لك انت بتحتاج تكتب النيم بتاع المؤلف والسنه اللي ثم السنه اللي اتنشر فيها، وبعدين عنوان البحث او الكتاب، وبعدين تفاصيل الكتاب اللي انت جايب منه. يعني زي ما حضرتك شايف هو هنا ده الترتيب، بيكتب الاسم الاخير وبعدين الحرف من الاسم الاول، وبعدين السنة اللي اتنشر فيها بين قوسين، وبعدين بيكتب عنوان البحث، وبعدين بيكتب تفاصيل الكتاب اللي هو منشور فيه. زي ما قلنا في الهارفارد بينشرها الفابيتك مش بمكان، ولو انت افترضت ان عندك نفس المؤلف بترتبه عندك، يعني مثلا نفس المؤلف هو اللي مؤلف 3 حاجات بترتبه بترتيب السنة اللي هو جاي فيه، يعني ما علينا التفاصيل دي. ده كده اكزامبلز للهارفارد. مثلا اديك شايف، ادي اللاست نيم والحرف بتاع الانيشال، اللاست نيم ده المؤلف الثاني والحرف بتاع الانيشال اللاست نيم، وبعدين بعد كده خلص حط السنة بين قوسين، وبعدين حط الاسم بتاع الحاجة، وبعدين تفاصيل الحاجة اللي منشور فيها كتاب او مجلة وهكذا. فبناء عليه الكلام ده كله زي ما قلت لحضراتكم ما تقلقوش منه، احنا بنساعدكم فيه بالتفصيل وانتوا بتكتبوا. يبقى زي ما احنا شايفين دلوقتي كده مع بعض، التمبلت بتاع البروتوكول رايتنج بتاعنا لما نشوفه هنلاقي كاتب لنا التايتل، عايز العنوان، بنكتب عنوان البحث اللي استقرينا عليه. بعد كده بيقول لي عايز النيم بتاع الشباب المشتركين في البحث، وطبعا بنكتب ان هم ستودنتس سنه ثانيه وهكذا. وبعدين بعد كده بيبقى عايز الانترودكشن بتاعتنا اللي هي بيبقى فيها الراشونال بتاعنا، بنحطه يعني ايه اهميه البحث وليه عاملينه وهيضيف ايه والكلام ده كله. وبعدين بنحط الجول بتاعنا الهدف الكبير والسبيسيفيك اوبجكتيف اللي بنوصل بيها للهدف بتاعنا. وبعدين بنبتدي نحط نوع الدراسة في الميثودولوجي هنا تحت الستادي ديزاين، هي اكسبيرمنتال ولا اوبزرفيشنال، هي ديسكريبتيف ولا اناليتيكال. وبعدين نبتدي نحط البارتيسيبنت والسيتنج، فاكرين السيتنج اللي هو البليس المكان، هي هوسبيتال بيز ولا كوميونيتي بيز ولا هي ايه بالظبط، ومين هم الناس اللي احنا واخدينهم دول وصفاتهم ايه، ولو في انكلوجن كرايتيريا واكسكلوجن كرايتيريا. انكلوجن كرايتيريا حاجات احنا مش شرطنا عشان يخشوا الدراسة، واكسكلوجن حاجات تخليهم ما ينفعش يخشوا الدراسة. بعد كده بنتكلم على السامبل تايب، نوع الدراسه بتاعتنا راندوم ولا نون راندوم، وايه نوعها بالظبط، ولا واخدين الناس كلهم ولا ايه، والسايز بتاعنا عدد الناس اللي داخلين الدراسه ووصلنا له ازاي،
هل ده عدد كل الناس ولا هل ده العدد اللي احنا حسبناه. وبعدين بنتكلم احنا لمينا الداتا ازاي، الداتا كوليكشن استعملنا ايه، استعملنا سيلف ادمين ستارت كوشنير ولا انترفيوينج كوشنير ولا ايه بالظبط، ولمينا الداتا ازاي. وبعدين ازاي هنعمل داتا، انا طبعا انا اسفه وكل الكلام ده هيبقى في صيغه الفيوتشر، كل الكلام بتاع البروتوكول رايتنج في صيغه المستقبل، احنا هنلم الداتا ازاي. وبعد كده بنتكلم بقى على ال داتا اناليسيس بلان والداتا بريزنتيشن، بنبتدي نقول ان احنا الداتا بتاعتنا هندخلها على البرنامج الفلاني، وبعدين هنعمل لها داتا كذا وكذا وهنعرضها في صوره كذا وكذا وهكذا يعني. وبعدين بنتكلم على الايثيكال كونسيدريشن، بنتكلم على البرايفسي على الكونفيدنشاليتي على السيفتي على كل الكلام ده. وبعدين بنتكلم بنحط التايم بلان بتاعنا، الفيزز بتوعنا الاربعه وكل فيز احنا متوقعين تخلص في قد ايه، وبنكتب الريفرنس. وقلنا ايه اهم حاجه في الريفرنس، ان انا لما اختار ستايل اكتب بيه لازم الستايل ده يبقى حاجه واحده، ما اكتبش مثلا عندي 6 ريفرنس 3 بطريقه و3 بطريقه، لازم كله يتكتب بنفس الطريقه. اتفقنا كده؟ ثانك يو. ان شاء الله بعد كده احنا هيبقى في محاضرتين صغننين خالص، واحده هتعرض لي هبتدي ابص معاكم على بروتوكول عملوه زمايلكم قبل كده وكام اوريدي خلاص تم عرضه وبريزنتد والكلام ده، هنشوفه مع بعض وهنمسك خطوه خطوه من الخطوات اللي شفناها دلوقتي ونشوف كتبوها ازاي وعملوا فيها ايه، وده يبقى حاجه ديمونستريشن على اللي احنا خدناه ثيوريتيكال في المحاضره دي. شكرا ليكم وربنا يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شفنا في البرزنتيشن اللي فاتت ازاي نكتب بروتوكول، صح كده، وايه هي العناوين اللي المفروض ان احنا نتكلم عليها في البروتوكول. نفتكر مع بعض تاني ايه هو البروتوكول ده. البروتوكول ده هو المرحلة الاولى من مراحل البحث العلمي. انا عايزة اعمل بحث، عايزة اوجد علاقة، عايزة اوصف حاجة، عايزة اشوف نتيجة دواء معين وتأثيره على ناس، عايزة الكلام ده كله. يبقى في اي حالة من الحالات دي البحث اللي انا بعمله لازم اول مرحلة فيه يبقى اسمها مرحلة وضع الخطة اللي هي كتابة البروتوكول، والخطة دي بتبقى مكتوبة في صورة البروتوكول بتاعنا. اتفقنا كده؟ يبقى دي مرحلة البروتوكول. طيب مرحلة كتابة البروتوكول بتاعنا دي حضراتكم هتبقى هي اللي هنتعامل معاها هنا، بس مش هناخدها نظري بقى، هنجيب بروتوكول مكتوب واتعرض فعلا زمايلنا عرضوه في سنة من السنين اللي فاتت، وهنبتدي نشوف خطوة خطوة من الخطوات ابتدوا يعملوها ازاي. البروتوكول رايتنج 2 اللي هو هنتعرف مع بعض على البروتوكول مكتوب ومعروض، ونشوف يا ترى هما لما فكروا في فكرة بحث وعرضوها في صورة مقترح بحثي مكتوب بروتوكول في صورة بريزنتيشن عملوها ازاي، عشان برضو كلنا مطلوب مننا نعمل الكلام ده ان شاء الله تعالى يا رب. الاوبجكتيف العادية بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية بقى البريزنتيشن بتاعتهم. طيب اول حاجة عرضوها ايه؟ فاكرين اول حاجة التايتل، عنوان اللي هم سموا بيه البحث بتاعهم، ده التايتل بتاع الفكره بتاعت بحثهم اللي لسه هينفذوه. البروتوكول ده فيز 1 لسه مفيش حاجه اتنفذت. فما هو عنوانه ايه؟ بريفلنس اند باترن اوف سموكينج امونج ستودنت اوف ذا انتجريتد بروجرام اوف قصر العين. يعني هم بيدوروا على حجم مشكله التدخين والنمط بتاعها، التايبس بتاع السموكينج والديوريشن وغيره، تفاصيل التدخين يعني جوه الطلبة بتوع نظام الساعات المعتمدة. وبعد كده راح كاتب لك قال لك جروب سي فيرس يير، دول اللي عاملين او اصحاب الفكرة دي او اصحاب البروتوكول المكتوب ده هما جروب سي في سنة اولى في نظام الابتا، كان سنة 17-18 الاكاديميك يير. يقولوا لي انت في السلايدات اللي جايه في البرزنتيشن دي هنعرفك على الانترودكشن والراشونال بتاعنا، على الجول والسبيسيفيك اوبجكتيف بتوعنا، على الميثودز بتاعتنا، وعلى الريفرنس. تعالوا بقى نشوف حاجه حاجه كتبوها ازاي. اول حاجه الانترودكشن والراشونال،
هو عنوان كده، نفتكر التايتل ايه عشان نشوف هما كتبوا الانترودكشن ازاي. التايتل بتاعهم كان بيقول ايه؟ التايتل بتاعهم كان بيقول prevalence و pattern of smoking among mean among the EPCA students. يعني هو بيتكلموا عن مشكلة التدخين جوه طلاب الطب. طب قبل ما نخش على الانترودكشن نفكر مع بعض، يبقى هو كده المفروض هيكلمني عن التدخين والتدخين بصفة عامة وليه هو مشكلة مهمة، ومتوقع ان هو يكلمني طلاب الطب دول اولى وتانية دول ايه؟ شباب. يبقى مشكلة التدخين في الشباب وجوه الميديكال ستودنت كمان. طب يا ترى هو هيكلمني عن الكلام ده وهيقنعني بان مهم ان هو يدرس مشكلة زي دي؟ تعالوا نشوف كده هما كاتبين ايه. Introduction. قالك ان السموكينج remains the leading cause of the preventable morbidity and mortality، امراض وفيات في العالم كله. وقالك according to WHO منظمة الصحة العالمية، في واحد بيموت كل ست ثواني بسبب التدخين، يعني ده بيمثل واحد لكل 10 في الأدب مش في الأطفال. طيب حلو قوي، وحط لي واحد بين قوسين، يعني الكلام ده جايبه من الريفرنس الاولاني. يبقى هو اول حاجه ابتدى يستعرض لي في الانترودكشن بتاعته ايه، هو الانترودكشن دي عايز ايه؟ يقنعني اهميه المشكله. ابتدى يقول لي ده في العالم كله، في العالم كله التدخين ده مشكله كبيره قوي وبيعمل امراض وفيات كتير وبيؤدي الى وفيات و و ماشي. راح قايل لي ايه؟ قالك ال WHO قالت برضو there are at least a billion smoker in the world and nearly 80% من them في low middle income countries. ابتدى بقى يخش ناحية الدول الايه بتاعتنا احنا. قالك ده 80% من المدخنين دول ممكن يبقوا ايه عندنا احنا، وكتب لك هو نفس الريفرنس واحد. وبعدين قالك tobacco smoking rates are increasing في developing الدول النامية احنا، and so برضه بنلاقي الكرونيك ديزيز اللي ريليتد للسموكينج. وابتدى يديني رقم ال WHO حطاه، شو ان الريتس اوف سموكينج في مصر كذا. الله الله، ده ماشي بالترتيب اهو، العالم وبعدين الدول الناميه اللي احنا جزء منها وبعدين مصر، ده ماشي بنظام. يعني معنى كده لما ابتدى يكتب لي الانترودكشن التدخين ده مشكله جامده، ده بتعمل امراض وفيات كتير، ده في العالم كله، ده في الدول الناميه اكتر، ده في مصر كذا. واخد بالك من تسلسل الكلام ونظامه؟ وبعدين ابتدى بقى يخش على مين؟ على الدكاترة. الهيلث بروفيشنالز هاف ان امبورتنت رول تو بلاي ان ذا فايت اجينست التوبيكو. يعني قال لك ده الدكاترة ليهم دور مهم قوي، وان العيان بيتوقع منهم الانفورميشن والهيلب والجايد علشان يقدر يقول لهم علاقة الصحة بالتدخين وغيره ويقنعهم بكده. هيلث كير ستودنتس الطلبة بقى are the future authority of the health society. يعني ده انت الفيوتشر، انت المستقبل، ده هم المفروض بيلعبوا vital role وليهم تأثير مهم على التدخين. يعني الهيلث بروفيشنال والهيلث كير ستودنتس كمان. قالك however many international studies found that a high percent of healthcare students are smoker. ايه ده؟ ده لقى ان المفروض يلعبوا دور مهم لمكافحة التدخين و و و ويلعبوا دور في محاربة هذه الهيلث بروبلم المنتشرة جدا. هم نفسهم واعين في الهيلث بروبلم دي بيدخنوا. وقالك مش بس كده، ده تم التأكيد عليه بستادي دان among medical students في مصر. الأديل إيتال ده لقى إيه؟ لقى ذات ايفر يوزر اوف سام فورم اوف توبيكو. ايفر يوزر يعني إن هو استعمل التوبيكو في أي وقت في حياته، يا إما استعمل وبطل يا إما بيستعمل دلوقتي وات ايفر، ولقى نسبة تخوف 46%. والكرنت يوزر اللي هما بيدخنوا دلوقتي بقى في وقت الاستادي ما هو عملها كان 17%، ولقى إن الشيشة والحاجات دي بتمثل برضه حوالي 17%. الله الله الله، دي نسب مش قليلة خالص. بعدين قال لك سو ال World Health Organization WHO has urged health professional organization to encourage and support their members to be model for not using tobacco products.
ال WHO بتشجع وبتنادي الاورجانيزيشن ان هي تشجع الهيلث بروفيشنال ان هم يبقوا موديل، يلعبوا رول موديل ان هم ما يبقوش مدخنين ويساعدوا الناس على كده. وبناء على اللي هو قاله لنا ده، قال لنا there is a need to study the prevalence of pattern of smoking among health care students in order to enhance the progress in controlling the problem. الله الله، ده ماشي. بص في الانترودكشن ازاي قدر يقنعك ولا لا. قالك التدخين مشكلة كبيرة في العالم، التدخين مشكلة كبيرة في الدول النامية، التدخين مشكلة كبيرة في مصر. وبعدين دخل جوه مصر وقالك على فكرة الهيلث بروفيشنال بيلعبوا دور مهم قوي، الناس بتوع الصحة، وخاصة بقى الستودنت البذرة اللي طالعة وهتبقى هي الفيوتشر فيزيشنز، دول كمان بيلعبوا دور مهم. فما بالك بقى ان احنا الـ WHO قالت لنا ان لقينا نسبة من الدكاترة ومن الميديكال ستودنت بتدخن، وجاب لك استادي اتعملت في مصر نفسها وقالك النسبة كان شكلها ايه. يبقى بناء عليه ليه ده احنا محتاجين ندرس المشكلة، مش عشان الدكاترة بس، عشانهم وعشان الناس اللي هم بالنسبة لهم قدوة والعيانين بتوعهم وغيره وغيره. يبقى هو كده حط لي راشونال، ما فوتش حاجة من عنوان، خد كلمة سموكينج، خد كلمة الميديكال ستودنت، وابتدى يربطهم لي ببعض ويقول لي ليه الدراسة دي مهمة. وفي الاخر بلور الكلام ده في الجملة اللي موجودة تحت، ان هو عايز انهانس البروجريس ان كنترولينج تو بي. عايزين نشوف بقى كده احنا فين. هو كده خلص لي اول حاجة ايه، التايتل. بعد التايتل حط لي انترودكشن وراشونال. جايب الانترودكشن وراشونال دي منين؟ من ريفرنس. ريفرنس لو حطت ارقامها بين قوسين، وهنلاقيه كاتب لنا الريفرنس فين، في الاخر خالص، في اخر جزء في البروتوكول في البريزنتيشن. حلو قوي. هيبتدي بقى يكلمني على الجول، الهدف الكبير من الدراسه بتاعته معايا. تعالوا كل حاجة ببعضها. قالك الجول بتاعي، الهدف الكبير بتاعي، ان انا ارتقي بالمستوى الصحي لطلاب الطب من خلال ان انا اكونترول السموكينج واريز السموكينج اويرنس. يبقى هو هنا بيتكلم على جول كبير، هو عايز يرتقي بمستوى صحة شباب الطلبة الاطباء، علشان من خلال ايه؟ من خلال ان هو عايز يعمل كنترول للسموكينج ويريز السموكينج اويرنس. لما يطلع لي النتائج دي، النتائج دي هتساعد الناس اللي عايزين ياخدوا اكشن ويعرفوا ان في مشكله ولا مفيش في الكلام ده كله. يبقى الجول بتاعه حاجه واسعه كبيره، ان هو عايز يعلى بصحتهم من خلال ان هو يعني ايه، يساعد في ان هو يكنترول السموكينج. طب يا ترى ايه هي بقى السبيسيفيك اوبجكتيفز، الاهداف الخاصة اللي هو عايز يوصل لها من الدراسة علشان بيها. تعالوا نشوف. أول حاجة to assess the prevalence of smoking. قالك أنا عايز من الدراسة دي إن أنا أعرف حجم مشكلة التدخين. ده عنوان الدراسة، prevalence، حجم المشكلة. كام في المية من ولادنا بيدخنوا في الجزء ده؟ تاني حاجة قالك عايز أوضح التايب، الديوريشن، الفريكونسي والريزون اوف سموكينج. هما بيدخنوا ايه؟ سجاير، بايب، شيشه، ايه نوع التدخين اللي بيدخنوه؟ الديوريشن بتاعتهم بقالهم قد ايه بيدخنوا؟ الفريكوينسي بيدخن كام سيجاره في اليوم وكل قد ايه؟ والريزونز ايه السبب اللي خلاه يدخن؟ To assess medical students knowledge about smoking hazards. هل هو الميديكال ستودنت عنده معلوميه عن الاضرار اللي التدخين بيعملها؟ To assess medical students attitude towards smoking. هل الميديكال ستودنت عنده واخد اتيتيود ايجابي ولا سلبي ضد التدخين؟ يعني هو عادي ان الناس تدخن بالنسبه له ولا لا دي مشكله؟ السبيسيفيك اوبجكتيف دي يا ولاد هي الحاجات اللي هو عايز يطلعها من الدراسه عشان يقدر في الاخر يحقق الجول الكبير. يبقى احنا نمشي بالترتيب كده. هم عرضوا لنا تايتل، بعد التايتل عرضوا انترودكشن وراشونال، وشفنا فكرهم ايه وهما بيكتبوا. بعد الانترودكشن والراشونال راحوا عرضوا لنا الجول الكبير، وبعدين عرضوا لنا السبيسيفيك اوبجكتيفز، وبعدين هيبتدوا بقى في الميثودز بتاعتهم يتكلموا. هنا عليها بدايه من الاستادي ديزاين.
هو هنا الاستادي دي هو تدخل ولا عمل اي حاجه خالص؟ ده هو بيلاحظ observational cross sectional study. راجع كده الديزاين اللي انت خدته في المحاضرات معانا، هتلاقيها دراسه مبنيه على المحافظه، مش experimental دي observational وcross sectional، لانه دلوقتي بيشوف المشكله دلوقتي حجمها قد ايه، يبقى دي observational cross sectional study. السلايد ده بيبين لنا السيتنج والبوبوليشن، يعني المكان والناس اللي هيبقوا معايا في الدراسه. بالنسبه للمكان بتجاوب عليه الجمله الاولى، ذا ستادي ويل بي كوندكتد فين؟ في كليه الطب جامعه القاهره. طب ده بالنسبه للمكان. طب يا ترى مين البوبوليشن؟ بيجاوب عليه الباراجراف الثاني او الجمله الثانيه، ذا ستادي بوبوليشن ويل انكلود اول ستودنت في برنامج الابكاء، في برنامج الساعات المعتمده اللي في الاكاديميك يير 18 و19 والاجري تو بارتيسيبيت. الجمله دي ناخد بالنا فيها من كذا حاجه. اول حاجه ناخدها كلمه اول ستودنت، اي طالب موجود في البرنامج ده في الاكاديميك يير 18 19 وهيوافق يشترك، هو ده اللي هيدخل معايا في الدراسه. ده معناه ان انا مش هاخد سامبل، انا واخده كل الستودنت اللي في البرنامج. ليه؟ لان كان عدد او عدد الستودنت في البرنامج ده بالفعل قليل، مش زي الدفعات العاديه. يعني البرنامج بتاع الساعات المعتمدة الطلاب فيه كانوا بيتراوحوا 90 100 150، كان تقريبا ده الاعداد بتاعته التوتال ستودنت في الدفعة كاملة. فبناء عليه هم قالوا لكم، قالوا احنا هناخد كل الستودنت اللي في البرنامج ده في الاكاديميك يير 18 و19. الملحوظة الثانية، لو انتوا تلاحظوا ان هم الطلبة اللي اشتغلوا كانوا مجموعة سي في سنة اولى في الاكاديميك يير 17 18، لان كان النظام ساعتها ان هو بياخدوا مادة اسمها ريسيرش، كانوا بياخدوها في سنه اولى وفي سنه تانية. كان الايم في سنه اولى ان هم يقدموا البروتوكول، والايم في سنه تانية ان هم ينفذوه ويبريزنت الاستادي كامله بعد ما تتعمل. فبناء عليه هم في سنه اولى كانوا هيكتبوا البروتوكول بس في 17 18 عشان كده زي ما كتبوه كده وعرضوه، وفي سنه تانية كانوا زي ما انتم شايفين 18 19 دي مرحله اللي كانوا هيلموا فيها الداتا من الستودنت، عشان كده كتبوا في الاكاديميك يير 18 19 ويبتدوا يشتغلوا على الداتا ويعرضوها. يبقى احنا هنا ما احتاجناش، طالما خدنا كل الستودنت ما احتاجناش نقول كلمه سامبل خالص. لكن لو طبعا كانت دفعه كبيره وخدنا منها سامبل، كان لازم نتكلم على السامبل تايب والسامبل سايز. يبقى ناخد بالنا كويس قوي من الجزئيه دي، احنا ما خدناش سامبل عشان كده ما اتكلمناش عن السامبل تايب وسايز. احنا قلنا هناخد كل البوبوليشن لان عدده مش كبير، وكمان زي ما هنقول بعد شويه استعمال الجوجل فورم سهل لنا الليله دي قوي، ان احنا بنبعت لهم على الايميلات بتاعتهم الرسميه جوجل فورم وهم بيملوا الاستماره وتتسجل عندنا في الاكسل على طول وتبقى الدنيا سهله. تمام كده، ده ريجاردنج سيتنج بوبوليشن اند سامبل. طيب الداتا كولكشن هيلم منهم البيانات ازاي؟ هيلم منهم البيانات ازاي؟ السيلف ادمنسترد كويشنير والبيوست. يعني ايه سيلف ادمنسترد كويشنير؟ زي ما خدنا مع بعض في الداتا كولكشن في الميثودولوجي، في الريسيرش ميثود اللي خدناها في المحاضرات، قال لك يعني ان انا ايه، هم اللي هيجاوبوا على الاسئله، الاستمارات هتتبعت لهم في جوجل فورم وهم هيجاوبوا على الاسئله. وقال لك الاستماره دي، الاستماره الاسئله دي متجزئه جزئين. اول جزء منها بيشمل اسئله ريجاردنج السوشيال ديموغرافيك كاركترستكس زي الايدج والسكس والناشوناليتي بتاعه الطالب والاكاديميك بريفورمانس، تقديرك شكله ايه والكلام ده. والجزء الثاني عن التدخين، معلوماتك، عندك معلومات عن الهازارد بتاعه التدخين. طب ايه الاتيتيود؟ هنساله اسئله ريليتد للاتيتيود ناحيه التدخين. وبعدين انتوا بتتدخنوا ولا لا؟ وبعدين الناس اللي بتدخن والبي اسكت اباوت سموكينج تايب انكلودنج الاي سيجاريت والسموكينج كاركترستكس النمبر اوف سيجاريت سموكد بير داي والفريكوانسي والديوريشن. يبقى هو جزء من الاستماره هيسال عن الناس وخصائصهم، الولاد وخصائصهم، والجزء الثاني هيسال عن التدخين بتفاصيله مع الولاد دول. الداتا كولكشن تكنيك، هو هياخد الاستماره دي وهيعملها جوجل فورم وهيبعتها على الايميل الرسمي بتاع الولاد بتاع الكليه، وكان الولاد بيجاوبوا على الايميل ده في الجوجل فورم، وكانت بعد كده انتوا عارفين ان هو بيكب بعد كده على اكسل شيت وتبقى الداتا متظبطه لي في اكسل شيت جاهزه على ان انا اتعامل معاه. يبقى هيلموا البيانات ازاي؟ الاستماره. طب التكنيك هتبقى من خلال جوجل فورم. طيب بعد كده هيعمل statistical methods ازاي؟ ايه هي statistical؟ قال لك الداتا هتبقى coded و entered و analyzed. هيستعمل برنامج اسمه SPSS version 20.
الداتا والبي سامرايز هيلخصها يوزنج نمبر بيرسنت فور كواليتاتيف فاريبل كواليتاتيف داتا يعني ومين والستاندرد ديفيشن فور كوانتيتاتيف داتا. الداتا هتبقى بريزنتد ستيبل بالجراف. طبعا الكلام ده انتوا خدتوا معانا في الاحصاء، خدت يعني ايه بيرسنت ويعني ايه مين والستاندرد ديفيشن وتيبلز وجرافس، كل الكلام ده انتوا واخده معانا في البايو ستاتستكس في اول جزء خالص. يبقى دي الاستاتستيكال ميثودز اللي هو المفروض هيعرض البيانات بيها. واخد بالك ان هو كل الكلام والبي 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 لان ده فيوتشر، لسه الكلام ده المفروض ان هو وهو بيكتب البروتوكول ده ما كانش عمل الكلام ده لسه، دي فيز 1. ethical consideration قال لك اول حاجه ان هما لازم هيبقوا فري، يعرفوا ان هي مش obligatory وان المشاركه voluntary. هنكلمهم على الكونفيدنشياليتي بتاعتهم وهنعرفهم البيربز بتاع الريسيرش وهنعرفهم الايم والاوبجكتيف بتاع الريسيرش وهكذا. كلمني على الايثكس ادمنستريتيف ان هو هياخد موافقه الهيد البرميشن بتاع الناس اللي ماسكين الابكا، الاساتذه الافاضل اللي ماسكينها والاساتذه الافاضل رئيس قسم الكوميونتي ميديسن، وهيبتدي يشتغل تحت السوبرفيجن بتاعه الناس دي عشان يلم الداتا. اداني تايم بلان، قال لي فيز 1 هعملها في قد كذا، فيز 2 هعملها في قد كذا، فيز 3 هعملها في قد كذا. تمام كده. خلي بالك ان هو لما كلمني عن فيز 1 و 2 الابكا ستودنت كانوا بيشتغلوا ان هم في سنه اولى كانوا بيكتبوا البروتوكول، وتانية كانوا بيبتدوا يشتغلوا البروتوكول ده ويعرضوه في اخر سنه تانية. فما تلاحظ هنا ان التايم بلان متقسم على 2 اكاديميك يير. فيز 1 بتاعه البروتوكول كانت بالنسبه لهم في سنه اولى في الترم الثاني كانوا بيكتبوه، وفيز 2 و3 و4 اللي هي الداتا كولكشن واناليسيس وبرزنتيشن كانت بتبقى في سنه ثانيه في الفيرست والسكند تيرم. عشان كده هتلاقي 2 اكاديميك يير قدامك هو كان بيكتب لي الفيزز المختلفه ايه. الريفرنس بقى، كل الريفرنس اللي هو استعملها. تمام كده. المفروض ان هو حاططها لي هنا زي ما انت شايف، وطبعا بنفس ترتيب واحد بيبقى ايه واثنين يبقى ايه وثلاثة يبقى ايه واربعة. نشوف مع بعض. يبقى كده احنا اتكلمنا عن ايه البروتوكول اللي احنا شفناه ده، الشباب اللي فيه كتبوا لنا ايه، كتبوا لنا اول حاجه التايتل عنوان البحث ايه ومين هم، عرفونا بنفسهم جروب سي مش عارفه ستودنت ايه ستودنت الاكاديميك يير كذا كذا. بعد كده ابتدوا يكلموني عن ايه بعد التايتل، ها عن الانترودكشن والراشونال، وكانوا مقنعين ان هم غطوا كل النقط اللي متقاله في العنوان. بعد كده كلمونا عن ايه، كلمونا عن الجول الكبير اللي عايزين يعملوه، السبيسيفيك اوبجكتيفز اللي هتحققوا، هيقيسوا ايه وهيعملوا ايه في الدراسه وكله في صيغه الفيوتشر. بعد كده كلمونا عن ايه، كلمونا عن الميثودز. طب في الميثودز كلمونا عن ايه، عن الاستادي ديزاين نوع الدراسه، عن السيتنج والبوبيليشن والسامبلنج، وكلمونا عن الداتا كولكشن تول وتكنيك، وكلمونا عن ها وكلمونا عن الاستاتستيكال اناليسيز هيعملوه ازاي، وكلمونا عن الايثيكال كونسيدريشن والادمنستريتيف بارت. الادمنستريتيف بارت اللي هو الناحيه الاداريه يعني خدوا موافقات وغيره وغيره. تمام كده. فاحنا كده غطينا، والريفرنس طبعا ما ننساهاش، وزي ما قلنا الريفرنس اول سورس بتتكتب بطريقه واحده. ده كده المفروض البروتوكول اللي انتوا ان شاء الله ان شاء الله هتشتغلوا كجروب وورك وهتعرضوه ان شاء الله يا رب لما نشوفكم في الجزء العملي اللي هتكوننا فيه بامر الله تعالى، يعني لو في نصيب ان شاء الله تعالى. بالتوفيق. وكده ناقص لنا محاضره نشوف فيهم بروتوكول او اتنين ونقعد مع بعض نيفالويت بقى ونشوف يا ترى ايه العيوب الصغيره اللي وقع فيها زمايلنا عشان احنا ما نقعش فيها واحنا بنكتب البروتوكولات بتاعتنا. شكرا لحضراتكم، شكرا وبالتوفيق ان شاء الله ونشوفكم على خير يا رب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة التالتة. زي ما قلنا تالت محاضرة دي هنتكلم فيها عن ايه، هنتكلم فيها عن بروتوكولين الحقيقة فيهم بعض الميستيكس. بس خلينا اقول حاجة في الاول، خلينا اقول كون ان طالب في سنة تانية في سنة رابعة يكتب بروتوكول بايده ومهما كانت الغلطات اللي يغلطها دي حاجة برضو مبشرة ليه، لان يعني كويس ان هو اتعلم وكويس ان هو ابتدى واحنا بنتعلم مع بعض، والغلطات الصغيرة دي هنتعلمها وهنقدر نتفاداها ان شاء الله تعالى لما نشوف ونتعلم ونكتب بايدينا ان شاء الله ونمارس الجزء العملي.
فمش معنى ان احنا بنشوف غلطات، لا بالعكس مجهود زمايلنا يتقدر، بس احنا مفيش مانع ان احنا نقول احنا اول مرة نكتب ايه المشكلة، لما نقول احنا غلطنا في ايه وبنصلح ايه علشان نتعلم وما نغلطش في الحاجات دي تاني ان شاء الله تعالى. هنرجع ونقول مع بعض، ده الجزء اللي كنا بنتكلم فيه سوا عن المفروض نكتب ايه في البروتوكول. زي ما قلنا تمام كده، اول حاجة التايتل، التايتل عنوان البروتوكول، بعد كده بنكتب اسمنا واحنا طلبة في سنة تانية في كلية الطب وهكذا، بعد كده بنتكلم عن الانترودكشن والباك جراوند وبنوضح الراشونال بتاعنا اللي هو أهمية الدراسة والكلام ده كله، بنكتب الجول الكبير والسبيسيفيك اوبجكتيفز بتاعتنا اللي من خلالها بنقدر نوصل لتحقيق اللي احنا عايزين نحققه، بعد كده بنتكلم على الميثودز بتاعتنا بداية من الاستادي ديزاين، وبعدين بنتكلم على السيتنج المكان والبوبيليشن واذا كان في انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا بنقولها، بنتكلم على السامبلنج تايب وسايز، بنتكلم على الداتا كولكشن، وبنتكلم على الداتا اناليسيس وبرزنتيشن، الايثيكال كونسيدريشن ممكن نقول معاها الادمنستريتيف كونسيدريشن اللي هو الجزء الاداري خدنا موافقات ايه وعملنا ايه، وبعدين التايم بلان بتاعتنا والريفرنس، وزي ما قلنا اهم حاجه في الريفرنس انها تتكتب بطريقه واحده، يعني نلتزم بطريقه واحده ونكتب بيها كل الريفرنس بتاعتنا بنفس الطريقه. تعالوا بقى ناخد اكزامبل تو اكزامبلز البروتوكولات من بتوع زمايلنا. البروتوكول الاولاني كان بيتكلم على الباترن اوف سايكو اكتيف دراج ادكشن وسط طلبه سنه رابعه في القصر العيني، تمام كده. الكومنت اللي كان على العنوان ده ان هو بعد كده لما نخش ونشوف كاتب ايه في الاوبجكتيف وفي الاهداف، اما اي كاتب بيقول انا عايز اعرف اول حاجه البريفلنس حجم المشكله، يعني انا بقول هنا انا عايز اعرف صفات المشكله من غير ما اعرف حجمها، فكان شيء طبيعي ان احنا نطلب ان هو يقول له لا العنوان يبقى بريفلنس اند باترن اوف سايكو اكتيف دراج ادكشن وليس باترن فقط. ابتدى زميلنا يكتب في الانترودكشن والباك جراوند عشان يوضح الراشونال، وزي ما انتم شايفين احنا برضو النقط اللي هي ان هو حاطط الاي اي واحد ده واي اتنين ده، دول حضراتكم ايه، دول حضراتكم الريفرنس بتوعه اللي هيبقى كاتبهم ورا في اخر البروتوكول بتاعه. بعد كده ابتدى يتكلم لنا على الجول الرئيسي بتاعه وعلى السبيسيفيك اوبجكتيفز بتاعته، وزي ما انتم شايفين هنا اهو في الاوبجكتيف كلمه بريفلنس عشان كده احنا حطيناها في العنوان. في السبجكت والميثودز ابتدى كتب لنا الديزاين كروس سيكشن، وبعدين الستادي بوبيليشن والسيتنج، قال لنا انا هشتغل في القصر العيني على الميديكال ستودنت بتوع سنه رابعه في الاكاديميك يير 15 و16، وقال ان انا عندي اكسكلوجن كرايتيريا ان انا هاخد المصريين بس مش هاخد غير المصريين، هعملهم اكسكلوجن من الدراسه. طب ماشي كويس. السامبلنج بقى ابتدى يتكلم على التايب وسايز، خلي بالك هنا ان هو قالك ايه the study population will be all، شايف كلمة all دي قصر عيني في سنة رابعة، طب انت هتاخد كل طلاب كلية الطب في سنة رابعة في السنة دي، يبقى انت هنا بتقول لي انا هاخد تايب ايه، انهي تايب اللي هتاخده، انت هتاخد كل طلاب سنة رابعة الدفعة كلها بتاعت رابعة هتاخدها، والسايز يبقى انت هنا مش بتقول لا تايب ولا سايز اكشوال، يعني تاني حاجة انت هنا بتقولي ده ناخد كذا في المية في ميل وكذا في المية ميل والكلام ده كله، فما احنا طلبنا ايه، قلنا له والله هنا انت لو انت هتاخد سامبل ما قلتش السامبل تايب وشمعنا 1500 تمام كده، وايه حتة الميل وفي الميل ريشو اللي انت حاططها دي، وبعدين المفروض اي ثينك ان انت تقول زي ما قلت فوق ما ينفعش الكلام هنا يبقى حاجه وهنا حاجه تانية، ان انت تقول هاخد كل الفورس يير ميديكال ستودنت ميل وفي ميل ويل اجري تو بارتيسيبيت ان ذا ريسيرش، تمام كده، يبقى ده التعليق او الكومنت اللي المفروض هنا مطلوب يصلح. الجزء الثالث في الداتا كولكشن والستادي تولز، هو الاول خالص قال لي ايه انا هسال عن هستعمل سيلف ادمنستر كويشنير وهبعته بالميل والكلام ده كله، وهسال عن ايج، طبعا كنت افضل دايما بنظام كده ان احنا بنقسم التول بتاعنا الى اجزاء، نقول مثلا بارت 1 او سيكشن 1 هيسال عن البيرسونال داتا السوشيال ديموغرافيك داتا، بارت 2 هيسال عن الدراجز اللي احنا بنسال عليها بتفاصيلها، بس تتخيل انت اول سؤال هيبقى ايه،
إيه انت بتاخده كم مره وانت خدته من قد ايه؟ الله طب ما في ناس خدته وناس ما خدتوش، يبقى شيء طبيعي ان السؤال الاولاني يبقى انت بتاخده ولا لا اصلا. وبعد كده اخد الناس اللي بتاخد الادويه دي وهذه النوعيه منها واسالها عن التفاصيل. يبقى الحقيقه هنا يشود منشند اولا كان بيتر ان هو يقسمه الاجزاء، وتاني حاجه ان هو كان يقول الاول خالص يسال بياخده ما ياخدوش، وبعدين بعد كده يقول اللي هياخده بقى هسالهم عن التفاصيل الاتيه. تمام كده. هنا زي ما احنا شايفين دي حته الداتا اناليسيس. هنا هو قال ان هو هيستعمل الاكسل وهيبريزنت الداتا والكلام ده كله. هنا بس كمانه كاتب ذا فولوينج بارامتر والبي كالكوليتد سمرايزد نام. لا هو احنا بنقول على طول هنا نمبر اند بيرسنت والبيرسنت فور كواليتاتيف فاريبل، وكاتب مين وستاندرد ديفيجن فور كوانتيتيف وذ نو اكستريم، والميديان والانتر كوارتايل لما يبقى عندي اكستريم. تمام مفيش مشكله في الكلام ده، هي يعني مجرد كلمة بس يمسحها. بعد كده الايثيكال كونسيدريشن، يعني هو قايل ان هما لازم نديهم معلومات كاملة، ويبقى انشورد ان الانفورميشن دي هنستعملها بس للريسيرش بيربز، وهنتكلم على السيفتي والكونفيدنشاليتي. كل ده كلام جميل. وهو هنا عايز يقول ان انا هاخد موافقة الريسيرش ايثيكال كوميتي، هي دي اللي بتديك الموافقه بتاعتك، ده الاسم المظبوط بتاعها. التايم بلان الحقيقه قايل لك بلاننج فيس امبلمنتيشن فيس، يعني المفروض يقول دي البروتوكول رايتنج فيس عشان بس الناس تبقى فاهمه وهيعمل ايه فيها، والامبلمنتيشن فيس يقول ان دي الداتا كولكشن بورد وهتاخد منه وقت قد ايه وهكذا، بس ان هو يقول تفاصيلها مش اكتر. ده كده سريعا سريعا على البروتوكول الاولاني. وزي ما احنا شايفين لقينا ان نقط كتير جدا مكتوبه كويس، مجرد بس ان احنا بعض النقاط كنا محتاجين نصلحها، وفعلا زمايلكم صلحوها وعرضوه في صوره وعرضوا يعني او في صوره جيده في الاخر بفضل الله تعالى. ده كده البروتوكول الثاني. تعالوا نبص عليه مع بعض. العنوان بيقول سيجار سموكينج امونج ايجيبشن ميديكال ستودنت. انت متوقع هنا ايه؟ متوقع انك تلاقي البروتوكول ده بيتكلم عن دراسة تخص التدخين ما بين طلبة الطب في مصر كلها، يعني عينة يكون واخد عينة ممثلة لطلبة الطب ممثلة لطلبة الطب في مصر كلها. تعالوا نشوف كده. اول حاجة الانترودكشن، بصوا كده معايا وقولوا لي ايه رأيكم. الانترودكشن هنا مكتوبة، لو بصينا هنلاقيه باراجراف واحد ما فيهوش ريفرنس خالص بأي طريقة من الطريقتين اللي بصينا عليها، وده طبعا مش صح. لازم لما نكتب نحط الريفرنس. احنا هنلاقي زميلنا كاتب ورا الريفرنس في اخر البروتوكول خالص، لكن مش ذاكرهم هنا، ما ينفعش. يعني لازم هو يقول لي مثلا الباراجراف الاولاني بين قوسين الريفرنس بتاعه ايه، عشان لو عوزت اعرف ايه مصدر الجملة دي بالذات ارجع اشوف الريفرنس بتاعها. هو هنا مش كاتب الريفرنس، زائد ان هو زي ما انتم شايفين كاتبين ايه وان من الدراسات اللي استعملتها مش عارفه في ايجيبت 2005. المفروض برضو تبقى حريص وانت بتنقي الريفرنس بتاعتك ان الى حد ما جزء كبير منها يبقى ريفرنس حديثه مش قديمه، ما يبقاش فرق حوالي 10 سنين او كده ما بين الريفرنس و البحث بتاعك. بس خلينا نركز على ان هو مش كاتب الريفرنس هنا. about الجول والobjectives مش محطوطين مش مكتوبين. تمام كده. طيب نبص على الميثودولوجي. الميثودز بتاعته study design and cross sectional. تعالوا بقى للstudy population وsetting والsampling اللي هو بنتكلم عنه. الstudy population وsetting قال ايه بقى؟ هاخد all four year medical students. انت ما جبت السيره كده في العنوان خالص. enrolled at five of the medical schools in Egypt. وطبعا اللي يوافقوا يشتركوا. طب دلوقتي في هنا تساؤلين. السؤال الاول اشمعنى سنه رابعه؟ وليه قلت سنه رابعه؟ انت قلت في العنوان ميديكال ستودنت، القارئ هيجيله انطباع او اللي بيبص على البروتوكول بتاعك هيجيله انطباع ان البحث بتاعك معمول ميديكال ستودنت توتال مش سنه رابعه بس. تاني حاجه، طب انت اشمعنى الفايف ميديكال سكولز دول؟ هل دول هم العينه اللي انت عايز تاخدها زي مثلا كلاستر راندوم سامبل؟ طب مش توضح؟ يعني افرض الخمسه دول بالتخزين من ابر ايجيبت ما تبقاش ريبريزنتيف لمصر، طب فين لور ايجيبت؟ وهكذا. يعني بالمختصر مفيد، احنا لو عايزين
ناخدهم ممثلين لمصر كلها، مش هيبقوا سنة رابعة بس، ولو هناخدهم من الخمسة لازم نقول اشمعنى الخمسة دول وطلعوا لنا الخمسة دول بس ليه، وهناخدهم ازاي ممثلين لمصر، هناخد واحدة مثلا من ابر ايجيبت، واحدة من لور ايجيبت، واحدة من كذا، يعني الكلام ده لازم يتقال بالتفصيل. تمام كده؟ طيب جيت بعد كده في السامبل قلت لي ده انا هاخد كل طلبة سنة رابعة اللي هيوافقوا يشتركوا. الله، كلمة قول هنا معناها ان انت لغيت كلمة سامبلنج خالص، انت بتقول سامبلنج، ده باراجراف سامبلنج، اللي المفروض تقول لي العينة اللي هتاخدها ريبريزنتيف لطلبة الطب في مصر هتاخدهم ازاي. انت كل اللي قلت لي انا هاخد كل طلبة سنة رابعة، طب ما ده غير اللي فوق. يعني برضو لازم نبقى حريصين يا جماعة ان الميثود يمشي مع العنوان، يمشي مع الجول، يمشي مع الاوبجيكتيف، لانه كله في الاخر بيخدم على حاجة واحدة. هنا الكلام اللي يتمشي صح لو انا هاخد سنة رابعة كان ده يبقى واضح، لو انا مش هاخد سنة رابعة واخد الطلبة كلهم يبقى برضو واضح، واخد العينة ازاي. تمام كده؟ لان ده الحقيقة لو انا هكتبه كده يبقى محتاج تفاصيل اكتر عشان يوضح الميثودز الصح اللي هاخد بيها السامبل وتبقى ريبريزنتيف لو انا عايزة اتمثل طلبة الطب في مصر كلها. تمام كده؟ الداتا كولكشن قال ان انا هستعمل انونيمس كوشنير، يعني اسم الطلاب مش عليه، وان انا هاخد موافقات والكلام ده كله. وبعدين قال الكوشنير هيكولكت داتا عن وعن وعن وعن. لما بنقول اللي هيكولكت داتا عن الحاجات دي لازم طبعا يستحسن ان احنا نقسمه برضو بيرسونال داتا وداتا عن السموكينج. تمام كده؟ ولما نسأل داتا عن السموكينج يعني طيب وسكول وكده، وبعدين اقول ايه about the age at which tobacco use was initiated. طب مش تقول الاول انت بتدخن ولا لا، وبعد كده ناخد اللي بيدخنوا برضو ونسألهم عن تفاصيل التدخين. نفس الوضع، يعني احنا محتاجين بس ننظم طريقة وضع الاسئلة او التقسيمة بتاعة الكوشنير بتاعنا. data analysis مش محطوطة، الethical consideration متكلم على ان احنا هنوضح للستودنتس هدف من البحث بتاعنا، وهنوضح لهم ان الاشتراك فولانتري وكونفيدنشاليتي والكلام ده كله. التايم بلان طبعا صغير جدا، مش موضح حاجه. يعني ما ينفعش اقول له شهر من اول ما ابعت الاسئله، لا عرفني الفيز الفلانيه هتاخد قد ايه، وجزء الكذا هياخد وقت من كذا لكذا وهكذا. فاحنا محتاجين طبعا التايم بلان تبقى اقصى وضوحا. هنا الريفرنسز، مين كاتب الريفرنس؟ يعني هو الكلام اللي كتبه قبل كده جايبه من ريفرنس محطوطة فعلا، ولكن الحقيقة هو محطوش في الحتة في الباراجراف بتاع الانترودكشن والراشونيل، فالمفروض طبعا يبقى محطوط. تمام كده؟ ولا راشونيل. الحقيقة ده بس بصة سريعة جدا على بعض الغلطات الصغيرة اللي ممكن تبقى عشان تبقى عينيكوا خدت على بروتوكولات. انتوا ان شاء الله يعني على خير يا رب، تتقسموا جروبس وتكتبوا بروتوكولات مع الاستاف اللي هيبقى معاكم في المحاضرات اللي هتقولنا فيها، وان شاء الله بالتوفيق يا رب. ولو في اي استفسارات يعني ان شاء الله تعالى هنبقى available معاكم، مفيش اي مشكلة، وبالتوفيق يا رب بأمر الله تعالى. شكرا لكم.